احنا هنا كنا واقفين اليوم طبعا في دعوة لإضراب الكرامة 2022 للمطالبة بحقوق المعلم المسلوبة في هذا الوطن. مطالبنا كانت تتمثل بالتالي: اولا اللي هي زيادة علاوة العمل من 50% الى 100% اسوة بالقطاعات الاخرى. المطلب الثاني كان صرف غلاء المعيشة المتوقف منذ العام 2013. المطلب الثالث كان سن قانون تقاعد منصف ومكافئ للمعلم الفلسطيني لنهاية خدمته. المطلب الرابع كان اللي هو الغاء نظام العقود وتثبيت جميع موظفي العقود منذ العام 2016 حتى العام 2022 وتثبيتهم جميعا مع صرف كافة العلاوات لهم. المطلب الخامس سن قانون رادع لكل من تسوي له نفسه المساس بكرامة المعلم. نطالب حقوق حياة كريمة، حياة تكون فيها عزة كرامة للمعلم. لا نريد للمعلم أن يعيش متسول في الشوارع. الفعاليات مستمرة، ونقول حتى لو كان هناك مراقبة توجيه وحتى لو كان هناك امتحان توجيه، طلاب التوجيه وطلاب المدارس هم أبناؤنا، وثلثين طلاب التوجيه هم أبناؤنا، ولكن لن ننزل عن شجرة الكرامة وشجرة العزة إلا بتحقيق إيش مطالبنا. للأسف الشديد الاتحاد لا يمثل إلا قلة قليلة من معلمي فلسطين. الاتحاد هو ذراع الحكومة الأول، الاتحاد لا يمثلنا، لا نعلم حتى كيف جرت الانتخابات بينهم. بالنسبة لنا نحن من عقود 2018، أنا كمعلم راتبي لا يتجاوز 2400 شيكل بعد خدمة فعلية 5 سنوات. حتى في قسيمة الراتب اللي هو الكلوش المعترف عليه مكتوب لي بس خدمة سنة فعلية. للأسف الشديد الاتحاد نفس ما بيحكوا الابن البار للحكومة، فهو بس بيمثل يعني الفكرة تاعتهم وشو بتسوق للحكومة أو بتملي عليه بطبق شرعا، ما بتسوق للأسف مع مطالب المعلمين. جربناهم ووعدونا أكثر من مرة، طلبوا منا مهلة لو أسبوع رفضنا، ومن هان من منبركم نص الرسالة نرفض إعطائهم ولو ثانية واحدة ولو دقيقة واحدة. سنبقى في الشوارع وستبقى الاحتجاجات مستمرة وإضرابنا مفتوح حتى تحقيق كافة المطالب للمعلمين.